إحدى هذه الألعاب تستخدم فيها مرمى؟ هل هو الهوكي؟ لو التزلج؟ لو كرة الطاولة؟ الهوكي. الهوكي، وتثبت. ثبت. وثبت والهوكي، الهوكي الهوكي الهوكي، صح. مبروك عليك 100,000 دينار يا حبيبي يا ليث. وليث يلا انطيني. ليث اللباخ، البخني برقم آخر. يلا. 19. رقم 19 لليث اللباخ يا كرة، ورقم 19. وهذا الرقم يقول لك يقول لك يقول لك مسلسل عربي بعدة أجزاء. يا مسلسل الزوجة الثانية، لو حمام الهنا، لو ليالي الحلمية. الزوجة الثانية، حلم الهنا. والله استاذ جوادي شوية مساعدتك لي مو قوي. مو قوي؟ يلا اختار. يلا بسرعة، ليالي الحلمية. يلا الزوجة الثانية. خلص الوقت راح. خلص الوقت يا ليث اللباخ. مو اقول لك راح تلبخنا وتلبخنا يا زوجة ثانية، يا حمام الهنا، ليالي الحلمية. ماكو واحد من العراقيين ما شايفه، أجزاء عديدة مع الأسف يا حبيبي يا ليث. وإن شاء الله مناسبة أخرى وخيرها بغيرها. وأقول ألو 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 ألو. مرحبا. مرحب يا هلا أخويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك وعلى العائلة. علينا عليك أستاذ جواد. هلا أخوي، أكيد من الموصل. ها؟ وعليك أستاذ جواد، شلون الصحة؟ يا هلا أخي، أنت من وين؟ من الموصل؟ من الموصل حبيبي الغالي. والله يا أخي أنا سمعت اللهجة مالتك قلت هذا خي من الموصل. وشمري؟ أي نعم من الموصل. ومنت العبطة. وشمري أنت ولا شنو؟ شمري. الله أكبر والنعم. بس نعمة حالك. الله يخليك حبيبي، ينعم حالك أنت. نص صوت التلفزيون واسمع صوتي من الموبايل. صوت التلفزيون عافيه على كيفك، حتى لا يتكرر الصوت مو، وتسمع مساعدتك السو... مساعدتي وذكائك ايضا بس ما حركاتي. يلا ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ عبد الخ عبد الايش عبد الخالق عزيز. عبد الخالق عزيز. عبد الخالق الشمري. يلا خيي اعطيني رقم من الكره. ايش تختار يا رقم؟ رقم 19. 17. ونصي لي صوت التلفزيون حتى اجيب لك رقم 17. هي هي. ويا شمر يا اخوي يا شمري، الفلافل عند المصريين هي شن هي؟ هي الطعميه، لو الحمصيه، لو السمسميه. الطعمية، لو يلا اخوي عبد الخالق. الطعمية. الطعمية ثبت وثبت، قال الطعمية. والطعمية يا عبد الخالق صح.